اثار ليها، لان قال ان رئيس الكاف احمد احمد، ده الكلام ده على صحيفه المنتخب وعلى عهده صحيفه المنتخب، وعد فوزي لججع النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي وبالمناسبه رئيس الاتحاد المغربي باقامه مباراه نهائي دوري الابطال على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو ما اثار غضب اعضاء اللجنه التنفيذيه في ظل عدم استشارتهم في اتخاذ هذا القرار او مناقشه هذا القرار. ويرى المعترضون على قرار احمد احمد ان الملعب اللي يستضيف النهائي سيظلم فريق بعينه مع منح الأفضلية، مثلا إذا كانت المباراة على مركب محمد الخامس فهيبقى الأفضلية لفريق الوداد وفريق الرجاء، لأن حتى هذه اللحظة الفريقين موجودين في دور الثمانية، فرص وجودهم في السيمي فاينال متاحة. إذا الوداد تخطى النجم الساحلي وإذا الرجاء تخطى مازيمبي الكونغولي فرص وجودهم متاحة. كمان القرعة ما سمحتش بمواجهة مباشرة في الدربيات سواء للأهلي والزمالك، الترجي والنجم، الرجاء والوداد. فبالتالي في ست فرق عربية موجودة في الدور ربع النهائي، وفي النهاية تم الاستقرار لتأجيل هذا الملف في الفترة الجاية. معلوماتي، هل المكتب التنفيذي، هل لجنة المسابقات، هنشوف الفترة الجاية هيحصل ايه. لكن على التليفون هيكون معايا دلوقتي حالا الأستاذ منعم بالمقدم، الناقد الرياضي والصحفي بجريدة المنتخب المغربية المهتمة بهذا الملف واللي كتبت عنه خلال الساعات القليلة الماضية. أستاذ منعم، مساء الخير عليك. مرحبا بك زميلي الفاضل، وتحية لك لكل المشاهدين الكرام عبر هذه القناة. أولا برحب بيك وسعيد بوجودك معنا عبر الهاتف على شاشة قناة الأهلي عشان نتناقش مع بعض في هذه الأخبار وهذه المعلومات اللي بالتأكيد الإعلام بشكل عام خلال الفترة الأخيرة ابتدى يتكلم عليها بشكل كبير، في ظل إن البطولة خلاص أوشكت على النهاية، وصلنا لمرحلة الربع النهائي والوقت أصبح ضيق جدا، والكونفدرالية الإفريقية وضعت نفسها في مأزق بسبب التوقيت. معلوماتك والجديد في هذا الملف. زميلي، حتى لا نختلف ونكون يعني متحدين او متفقين من حيث نبدا، هذه نسخه يمكن تسميتها بالنسخه المجنونه، نسخه يعني غريبه وعجيبه بكل المقاييس، تضم 8 من سطوة الانديه على مستوى القاري، 6 يمثلون شمال افريقيا، 2 من المغرب ومثلهم من تونس ومثلهم ايضا من مصر، اضافه الى صن داونز وفريق مازيمبي. حدث غير مسبوق، 29 لقب ملعوبا في نسخه ربع النهائي لهذه المسابقه. الانديه الثمانيه لها 69 لقبا من مختلف الالقاب الافريقيه لمختلف المسابقات، يعني الى غايه اللحظه وبغض النظر عن مكان اجراء النهائي وغيرها من التفاصيل الاخرى التي يجري الترابط لها داخل كواليس الكاف، هي نسخه غير مسبوقه، غير تقليديه بالمره، وكما اسلفتم في خلال مداخلتكم القيمه، لا وجود للدربيات في الادوار المقابله. الديربي المحتمل الوحيد قد يكون في مباراه نهائي، قد نشاهد الاهلي والزمالك مثلا، قد نشاهد الرجاء والوداد، او نشاهد النجم والترجي التونسي. هل كانت القرعه موجهه؟ هل كانت مخدومه هذه الامور من السابق او من الصعب التكهن والتخمين بها؟ على اي، قد نشاهد ايضا في المربع الذهبي اشياء غريبه، من قبيل ان يعود نادي الاهلي المصري مثلا لملاقاه النجم، وقد التقيا في دور المجموعات، قد يعود نادي الوداد لملاقاه صن داونز، او الترجي لملاقاه الرجاء، او مازيمبي لملاقاه الزمالك. باعتقادي الشخصي الامور لا اقول خرجت عن سيطره الكاف، وانما قوه هذه الانديه وسعي الكاف من اجل تسويق مثالي وغير مسبوق لهذه النسخه ربما وضعها في مازق، مازق القرعه التي افرزت هذه الصدامات العنيفه، وايضا مكان اجراء النهائي. قبل ايام ربما في عديد من المداخلات وفي عديد من المحطات التلفزيونيه وخاصه من مصر الشقيقه تم التحديث عن المغرب كبلد مرشح وتحديدا مركب محمد الخامس. خلال الاجتماع الاخير للكاف بحضور الفيفا وبحضور كافه كوادر جهاز الكاف هنا بالمغرب تم الحديث عن هذه النقطه، لكن لا شيء حسن، بل ان هناك اطراف من داخل المغرب دفعت باتجاه استثناء ان المغرب او ان مركب محمد الخامس لا يجب ان يطرح، او حتى اذا طرح يجب ان يكون في سياق المنافسه مع ملاعب تعرض وتوضع فيها معايير وشروط من خلال الساعه ومن خلال مكان تواجدها، لابد ان يكون في مدار جغرافي مثالي، لان نهائي هذه النسخه سيلعب في بلد محايد ومن مباراه واحده على خلفيه ما حدث في ملعب رادس في النهائي السابق بين الوداد والترجي التونسي، وحكايه الفار الشهيره والمباراه التي لم تكتمل بالزبط، والتي كانت وصمه عار حقيقيه على جبين كره القدم الافريقيه. وبالتالي النسخه الحاليه تطرد اجراء هذا النهائي في ملعب محايد على شاكله ما هو موجود بالملاعب الاوروبيه. الامر المختلف هو انه بخلاف اوروبا من شنغن وسهوله التنقل بين مختلف البلدان على الحدود الجغرافيه، الامر في القاره الافريقيه مختلف. ينبغي اولا معرفه اضلاع نصف النهائي، هذا هو كان الموقف الاطراف المغربيه هنا ومعها اطراف اخرى سارت في نفس الاتجاه، ثم تحديد ملعب النهائي على ضوء ما ستفرزه المباريات التي تتم في نصف النهائي. تمام، نعم. اذا بنتفق مع بعض واحده واحده،
انا انتظر معلوماتي ومعلومات حضرتك ان الكونفدراليه الافريقيه هتنتظر للسيمي فاينال عشان تعرف الاربع فرق عشان تختار ملعب محايد مش من الاربع فرق. ده واحد. دعني اقول لك معلومه مهمه. هناك توجه قائم يعني بعد هناك ترقيطات. انا اقول ساكون واضحا معك. الاشقاء داخل تونس وحتى من مصر ربما يروا ان تنظيم النهائي في ملعب محمد الخامس سيمنح افضليه نسبيه للوداد والرجاء، ونحن بعد لم نتعرف ان كان الوداد والرجاء سيتاهلان. لذلك كان التوجه ينبغي التريث وينبغي التمهل والتاني قليلا لمعرفه اطراف نصف النهائي وبعدها الحكم. طيب هل الو؟ طيب يبدو ان حصل انقطاع في الاتصال مع الاستاذ منعم بالمقدم الناقد الرياضي في صحيفه المنتخب المغربيه. طيب اذا حاولنا نجيبه معانا قبل ما نختم فقره الانترو، لكن في جزئيه مهمه جدا كنت اساله برضو فيها بالنسبه للمرحله اللي جايه، هل هو قرار المكتب التنفيذي؟ هل هو قرار لجنه المسابقات؟ اللي كمان في نقطه مهمه جدا عايز اقولها بخصوص لجنه المسابقات. لجنه المسابقات لما كان عندها فكره ان في ملعب واحد هو اللي هيستضيف النهائي، كانت الفكره رايحه في اطار كراسه شروط بمعايير محدده، حوالي خمس ست معايير هيتم ارسالها للاتحادات الاهليه كلها، واي اتحاد شايف ان هذه المعايير تنطبق عليه يقدم لاستضافه الفاينل، وفي النهايه اجتماع المسابقات مع المكتب التنفيذي هيتم اعتماد هذا الملعب ليكون ملعب المباراه النهائيه. اول حاجه البنيه التحتيه للاستاد اللي هيستضيف المباراه النهائيه، الخدمات مثل الفنادق والامن وتسهيلات السفر. وبين كلمه تسهيلات السفر حط قوسين، لان تفرق مع اي دوله تسهيلات السفر الى النادي او جمهور النادي اللي هيتوجه الى هذه الدوله اللي ممكن هيشجع فيها فرقته في المباراه النهائيه. في دول ممكن بتفتح تاشيره لبعض فرق الشمال او دول الشمال، وفي دول اخرى ما عندهاش فكره تسهيلات التاشيره. فبالتالي ما بين قوسين تسهيلات السفر هتفرق في اختيار الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه، كمان البث الفضائي، التسويق، وبعض الامور الاخرى اللي لجنه المسابقات حطتها في بعض المعايير ان هيتم الاتفاق عليها من خلال كراسه شروط مع الاتحادات المعنيه اللي ممكن تقدم طلب لاستضافه المباراه النهائيه. هل ده هيتم الاخذ بيه من خلال لجنه المسابقات؟ هل احمد هو بصفته رئيس الكونفدراليه خد القرار بجهه مباشره او جهه انفراديه بدون الرجوع للمكتب التنفيذي؟ هل هناك احد النواب في الاتحاد الافريقي يسعى لتنفيذ هذه الفكره من خلال موافقه رئيس الكاف؟ كل دي كلام او كل دي تفاصيل واسئله الكل بيضعها خلال هذا التوقيت، واحنا بنناقش الملف ده لان البعض يقول لك ما هو لسه الفاينل يوم 29 مايو. يا جماعه مش لازم تكون ليك هدف مباشر او استفاده مباشره عشان تناقش اي قضيه، انت بتناقش قضيه للصالح العام، بتناقش قضيه عشان ما تتكررش احداث زي الاحداث اللي حصلت في نهائي افريقيا. الاهلي وصل النهائي، يا رب باذن الله تكون الفرصه مواتيه، ومن دلوقتي احنا بنشتغل على ده. فلازم نشتغل اعلاميا على فكره ان احنا بنطرح قضايا لصالح الكره الافريقيه، وبان النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا واعلامه حريص على مناقشه هذه الموضوعات مع الاعلام في كل دول افريقيا وفي كل دول الشمال، فلازم نقدم المعلومه الصحيحه للمشاهد، لازم المشاهد يكون مطلع على هذه الملفات وهذه القضايا اللي بالتاكيد ممكن البعض يناقشها في شهر 5 لما يجي احداثها او لما يشوف هو وصل ولا ما وصلش. لكن احنا لما بنناقش ملفات زي دي لازم نناقشها عشان الناس تبقى عارفه ازاي القرار طلع وازاي كواليس القرار الناس كانت بتناقشها وبتفكر فيها، عشان في النهايه لما توصل للفاينل تبقى عارف انت وقتها وصلت على ارض صلبه وعارف ومتابع كل المجريات ولا مش متابع.